نقوس جئنا لنكتشف الكنوز ولدرها الغالي نقوس جئنا لسنة أحمد فالزهد فيها. الحمد لله القائل في كتابه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. القائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. القائل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور القائل: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والصلاة والسلام على رسول الله. القائل: كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة أما بعد، فالدنيا دار محطة وتزود للدار الآخرة. الدنيا وجدت ليزرع فيها المؤمنون الخير، وحين يتهالك عليها تكون بلاء وشرا. فوجدت الدنيا للطاعة، وجدت الدنيا للبر، لكن حينما تستخدم في معصية الله حينئذ تكون قد وضعت في غير موضعها. وما عليك إلا أن تستقرئ حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف تعامل معها. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على حصير فأثر الحصير على جنبه، فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه بكى فقال: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام استخدمها عن الدنيا، استخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك في حديث ابن مسعود عند الترمذي بنحو حديث عمر قد أثر عليه الفراش الذي كان ينام عليه، فلما قيل له ما قيل قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح ورا وترك وكراكب استظل تحت شجرة. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد بسند لا بأس به: إنما يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. فلا يتهالك على الدنيا، لأنه إذا تهولك على الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا.
يعني تضرون بالآخرة، كما في حديث أبي موسى عند الإمام أحمد: من أحب دنيا أضر بأخراه، ومن أضر بدنيا أحب أخراه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. وحين يحصل التهالك على الدنيا معناه فقد العقل، فلا عقل لمن يتهالك على الدنيا على حساب الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند الإمام أحمد: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وقال كما في حديث أبي بن كعب وهو عند الإمام أحمد: إن مطعم بني آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما سيؤول. الدنيا فتنة، الدنيا حلوة خضرة، وكانت بهذه المثابة للفتنة والامتحان، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية: فتلهيكم كما ألهتكم. فالدنيا بلهوها ولعبها لا تزن عند الله شيئا، بل هي ملعونة يعني مرفوضة، كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعل. ولما كانت كذلك عند الله تعالى كما في جاء لما كانت كذلك عند الله تعالى فقد جاء فيها كما جاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. تأمل، توقف عند هذا المعنى، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولما كانت مهينة عند الله تعالى جعلها الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي هينة عند الله. كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جديا أسك وقال: من يشتريه منا بدرهم؟ فما وجد من يشتريه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم. فالدنيا لا شيء عند الأنبياء وعند الرسل وعند الصالحين. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث رواه مسلم من حديث مستورد أخي بني فهر قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني نسبة الآخرة إلى الدنيا
نسبة ما في الجنة إلى ما في الدنيا كنسبة البحر إلى ما علق بالأصبع. لكن مع هذا هناك أقوام كما قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. اشتروا الدنيا بالآخرة. أحبوا الدنيا فأضروا بالآخرة. والحديث عن الدنيا وذمها حديث يطول، نكتفي بهذه الأحرف ونصلي ونسلم على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. ولدري الغالي نقوس، جئنا لنكتشف الكنوس. ولدري الغالي نقوس، جئنا لسنة أحمد، فالزهد فيها لا يجوز. ما أطيب الدنيا بها، وبجنة المولى نفوز، وبجنة المولى نفوز. جئنا لنكتشف الكنوز، ولدري الغالي نقوس. جئنا لنكتشف الكنوز، ولدري الغالي نقوس.